تقام ندوة عن طه حسين في معرض القاهرة الدولي للكتاب دي مسألة مهمة، لأن طه حسين نتاجه الأدبي مهم، قصته الشخصية أيضا مهمة، نوع من تحدي المستحيل، نوع من العمل في مواجهة ظروف شديدة الصعوبة والقسوة عندما يقدم للأجيال الجديدة، ده أمر مهم. يوم الخميس القادم في ندوة أخرى عن طه حسين في اتحاد الكتاب، وده يعني شيء جميل، وأنا كنت أتمنى وقلت هذا الكلام في المنصة إن كان يبقى طه حسين هو شخصية المعرض هذا العام، كنت أتمنى هذا، لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. الأستاذ الدكتور طه حسين رحمه الله عميد الأدب العربي هو شخصية تستحق التوقف أمامها بين الحين والآخر لنعرف أجيالنا عن هذا الرمز الأدبي الكبير الذي استطاع أن يتحدى طبعا الإعاقة فيما يتعلق الإعاقة البصرية، وأن يكون عميدا للأدب العربي من خلال إصراره وثقته بنفسه، ومن خلال أيضا قراءاته وإصراره على أن يكون متعلما. ندوة اليوم كنا بنتحدث عن طه حسين الإنسان، طه حسين الأديب، كيف بدأ ويعني وكيف خرجنا من أو خرج من المعاناة الشديدة إلى هذا الفكر وهذا التنوير، أحد أهم أعمدة أو أحد أعمدة التنوير في العصر الحديث، صاحب مستقبل الثقافة في مصر، صاحب المؤلفات الكثيرة والكتابات العديدة التي أثرت الأدب المصري وأثرت العقلية المصرية والعربية. طبعا أنا بشكر معرض الكتاب إن هم احتفل باليوبيل الذهبي لوفاة طه حسين، واختاروا شخصية من ضمن الشخصيات الخاصة بالاحتفاء بها، لأنها طبعا شخصية تستحق وتستحق الدراسات الكثيرة، واتضح ذلك طبعا من الحضور. حضرتك يمكن شفت الحضور كان عامل إزاي ومحور الأسئلة وتساؤلاتها. فطه حسين ما اقتصرش على علم معين أو قصة أو رواية بس كتب فيها، لا، طه حسين مؤرخا، أرخ، كتب عن كتاب الشيخين، كتب كتاب على هامش السيرة، له العديد من الروايات، رائعته الخالدة طبعا دعاء القروان والمعذبون في الأرض وجنة الأشواق. بيقول لي صلاح 100,000 فرصة عشان أسيب مصر ولا عمري سبتها، عشان هي بلادي اللي بحب بجد، بحبها بكتبها وصدقها، بحب فيها طلعت الشمس تنور وشها، بحب فيها القمر طالع يغازل حسناها. صلاح جاهين حضرتك ليه دور كبير قوي في حياتنا الثقافية، وهو متعدد المواهب، من شعر الفوازير لدراما لنقد لكاريكاتير كل شيء. بالنسبة لفناننا الكبير الأستاذ حسين فهمي، طبعا دي ندوة مهمة جدا بنتكلم على دور الفنان الكبير وشاعرنا الكبير صلاح جاهين ومدى تأثيره على الحياة الثقافية المصرية وعلى الفن بوجه عام. شخصية الـ 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 المعرض، شخصية المعرض من الشخصيات القوية جدا، الشخصيات المثقفة، الشخصيات اللي أثرت في كل المثقفين وشخصية أثرت في الثقافة المصرية عامة والأدب وتكوين المجتمع المصري تكوينا سليما من خلال هذه الشخصيات المثقفة. هي ندوة جميلة واحنا حضرنا من شوية ويعني سعداء جدا اصلا احنا نشوف الفنان الكبير حسين فهمي، وكانت عن اعماله مع الكاتب صلاح جاهين، وفكرنا طبعا بكل الافلام الجميلة اللي احنا بنحبها. فالولد ذهل، لكن هنكمل بقية الحدوتة أنا وضيفنا العزيز بعد يقولوا إيه بعد الفاصل. إحنا هنتكلم زي ما حضراتكم عارفين عن صلاح جاهين، وهو بالنسبة لي وبالنسبة للملايين أسطورة حقيقية كانت عايشة في وسطنا، يكتب ويرسم وزجل وسيناريوهات أفلام ويمثل، يعني
كل حاجة، كان بيعمل كل حاجة، والغريب أنه كان بيعمل كل حاجة بمنتهى الاقتدار. لهذا هو أسطورة. خلونا نرحب بضيفنا العزيز فنان الكاريكاتير الكبير الأستاذ أحمد عبد النعيم، نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، منورنا. أهلا بك. عامل إيه الأخبار؟ الحمد لله. أشكرك على الهدية الدبلة عشان جبت لي نسختين من كل كتاب. ده أنا اللي بشكر حضرتك. أنا مش هديهم لحد بالمناسبة، عشان لو يونس طمع فيهم هقول له لأ، فأنا هاخد نسخة ليا ونسخة ليا برضو. هبدأ الأول بمسألة، هو ليه صلاح جاهين كده الأول، وبعدين نتكلم على الكاريكاتير براحتنا. هو ليه كده؟ ليه شاطر في كله؟ يعني هو زي ما حضرتك تفضلت في الأول كده، صلاح جاهين عمل كل حاجة، وكل حاجة كان رائد فيها. يعني كان ممكن مثلا أكون أنا برسم كاريكاتير وأكتب شعر، لكن ممكن أبقى شاطر أوي في الكاريكاتير وفي الشعر مش بنفس القدر. إنما لما نتكلم عن مسرح الطفل نلاقي رائد في مسرح الطفل. صح. مسرح العرائس نلاقي رائد، الأغنية الخفيفة رائد، الأغنية الوطنية رائد، الزجل رائد، الرباعيات رائد، الكاريكاتير رائد. يعني هو كتلة كده من المشاعر. ولما نتكلم في الرائد ده نتكلم في النهاية في 55 سنة. يعني هو مواليد 30 توفى 86. صحيح. يعني 55 سنة بيعمل كل العفراتة الإنسانية اللي احنا بنشوفها دي كلها. صح. محمد صلاح بهجة أحمد حلمي جاهين، مواليد طبعا القاهرة، حي شبرا، وحي شبرا هو حي مصري أصيل بتجتمع فيه كل الإنسانيات وكل الطبقات المصرية، اللي ممكن حضرتك تطلع في النهاية خلطة اسمها صلاح جاهين. موقف أحمد حلمي ده باسم جده. طبعا. فهو طول الوقت هو متمرد على واقع يفرض عليه. يعني صلاح جاهين والده طبعا مستشار رئيس محكمة، كان عايز ابنه يكون محامي طبعا ووكيل نيابة. بيدخل صلاح جاهين فنون، بيدخل كلية حقوق ويتمرد على الحقوق، وبعدين يدخل فنون جميلة ويتمرد أيضا على فنون جميلة، ثم يقرر أو يقرر أنه يشتغل في مجال الصحافة، عشقه الأول يعني. لكن البوصلة ما كانتش متحددة ناحية الكاريكاتير أو الكرتون أو الشعر أو الزجل، هو عايز يدخل المعترك الثقافي ده بشكل كبير قوي. هو متعلق ببرم التونسي، بيعشق نجيب محفوظ، بيحب يسمع عبد الوهاب، بيدندن طول الوقت أغاني سيد درويش. الكتلة دي كلها تلاقت مع واحد اسمه حسن فؤاد، وحسن فؤاد كان مهموم طول الوقت إنه يطلع موهبة. يعني هو كل يوم يصحى الصبح يهدينا بموهبة في مجال الكتابة، في مجال الصحافة، في مجال الرسم، في مجال التمثيل. ده أهدانا علي الشريف. علي الشريف طبعا. يعني جاب علي الشريف في هدية ادى ليوسف شاهين. كان وقتها الله يرحمه رب أستاذ علي الشريف الفنان العظيم قوي قوي قوي، خارج من المعتقل طازة. ده كان في المعتقل بيعملوا مسرحيات، ودايما هو يقوم بدور السيدة. كان مع أبويا في المعتقل. معتقل الواحات. صحيح. فكان يعني صلاح جاهين كان الكتلة دي كلها من بيتقابل مع حسن فؤاد، وحسن فؤاد بيوجه البوصلة بتاعته ناحية الكاريكاتير. يعني بيطلب منه أنه يعمل شوية شغبطة كده، فيكتشف أن الشغبطة دي حاجة عبقرية جدا. فبيقرر بقى أنه يخرج من سكرتارية التحرير والرسم الصحفي إلى أنه يبقى رسام كاريكاتير مهم جدا جدا في حركة الكاريكاتير المصري. حلو قوي. أهمية صلاح جاهين في الحركة الكاريكاتيرية المصرية العربية. نعم. يعني ما نقدرش نقول صلاح جاهين إلا لما نشوف شكل الكاريكاتير قبل صلاح جاهين كان عامل إزاي. أوكي. الكاريكاتير قبل صلاح جاهين كان من حيث الشكل كاريكاتير كلاسيك، لأن الرسامين كلهم كانوا رسامين أكاديميين كلاسيك قوي، مهتم بالشكل، بالكتلة، بالمساحة، بالملابس. يعني أنت تفرج على صورة أقرب للوحة التشكيلية. ده من حيث الشكل. من حيث الفكرة كان عندنا كم من الأحزاب المتناصرة متناحرة، كل حزب عنده مجلة أو جريدة، كل صاحب جرنان أو بيجيب الرسام الكاريكاتير ويحط له الفكرة. فكانت الكاريكاتير السياسي كاريكاتير مباشر، يعني لا يحمل فكرة، يعني هو بيهاجم بشكل مباشر. والكاريكاتير الاجتماعي مزنوق قوي في حتة الزوج والزوجة والحما والزوج البسباس واللي بيرجع متأخر،
يعني برضو نقدر نقول ده كان في تأثر أوروبي حبتين إلى حد ما، لأنه هو بدأ عن طريق سانتيس الأسباني رفق التركي صاروخان الأرماني، فدي مجموعة من الأجانب اختلطوا بالشعب المصري، لكن في النهاية هو برضو عنده ذوق غربي إلى حد ما، سيراته طبعا الغربية. فنيجي بقى عند صلاح جاهين، نلاقي صلاح جاهين طور في الأداء وطور في الفكر. يعني بدأنا نتفرج على مبالغة، وفي الحقيقة هنا في اتنين مهمين قوي، في جورج البهجوري ربنا يديله العمر والصحة يا رب، وفي صلاح جاهين. الجيل ده بقى عمل على تطوير الخط، يعني حضرتك بقيت تلاقي شعر مجعد ونقطة ومراخير كبيرة فيطلع الزعيم جمال عبد الناصر. ازاي ده؟ ده احنا قبل كده كنا بنتفرج على الرسام قاعد عمال بيحزق عشان يطلع الملامح، لا ده هو يا دوبك حط نقطة وشعر مجعد بقى الزعيم جمال عبد الناصر. ده طور في ده. صلاح جاهين بقى بدأ يطور في الفكرة الاجتماعية ويديها قالب من قالب اجتماعي إلى قالب سياسي أو العكس. يعني صلاح جاهين بصينا لقيناه بيعمل لنا في دواوين الحكومة، بيعمل لنا قيس وليلى، بيعمل لنا عنتر وعبلة، ويعمل لنا حاجة عظيمة جدا جدا اسمها الفهامة، لما صح. يبقى فيه لما يبقى فيه قرار والقرار مش مفهوم قوي فيقوم لابس الفهامة ويبدأ بفلسفته المعتادة يقوم مطلعها، ولو لقى نفسه مش فاهم خالص يقوم قايل لنا يعني دليل ما تخافش من غنوتك، قول شكوتك واحكي عن بلوتك، الغنوة مش هتموتك إنما كتم الغنى هو اللي هيموتك. هو ده صلاح جاهين. ما عشان كده مفيش اتنين صلاح جاهين، يعني الحجم ده من العبقرية في استحالة انه يطلع حاجة شبهه، وانا ضد انه في حاجة تطلع شبه حاجة يعني. بس عموما خلونا نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نكمل كلام عن العظيم الرائع المهول صلاح جاهين مع ضيفنا العزيز فنان الكاريكاتير الكبير احمد عبد النعيم. استنونا لو سمحت. قلت له طب هنكمل برضو بعد الفاصل، شوف حاجات كلها تشويق غير معتادة في أي برنامج. خلونا نرحب جدا بضيفنا العزيز فنان الكاريكاتير الكبير الأستاذ أحمد عبد النعيم نائب رئيس تحرير أخبار اليوم. طيب صلاح جاهين زي ما قلت لي خد الكاريكاتير ونقله في حتة تانية خالص، وبالتالي خلق تطوير حقيقي هو وجورج بهجوري ربنا يا رب يديله الصحة. أنا من ضمن الحاجات السعيدة في حياتي إن جورج بهجوري رسمني قدامي وأنا قاعد، فرحت واخدها لهيفة وحطتها كده وخدت قرار أبروزها فتبقى موجودة في حياتي إنه بهجوري رسمني أنا. لكن هل أقدر أقول إنه صلاح جاهين خلق مدرسة، ولا إنه يبقى صلاح جاهين زي الكثير من المفكرين مغبوني الحق والفلاسفة مغبوني الحق ما شغلوش نفسهم بوجود مدرسة، والجيل الأصغر منهم لو حسبناه تلامذتهم ما شغلوش نفسهم ببناء لبنات هذه المدرسة أو الاستمرار فيها؟ الأول أنا مشتاق لما قبل الفاصل. أنا ده الأول يعني. هو يعني ما نقدرش نقول انه عمل مدرسه بشكل مباشر، لكن هو عمل مدرسه بشكل غير مباشر. يعني الجيل اللي جه بعد صلاح جاهين او جورج البهجوري بدا يتفرج على نوع اخر من الكاريكاتير اللي هو كان معتاده قبل كده في المدارس المختلفه، مجموعه الاجانب اللي كانوا موجودين في مصر. يعني بدا يشوف ان الفكره الاجتماعيه مش لازم تبقى زوج وزوج، والفكرة السياسية مش لازم يبقى رئيس الدولة ودولة أخرى. أنا ممكن أتكلم عن أزمة سكر مثلا وهي في الحقيقة أزمة سياسية، أو أتكلم عن أزمة رغيف عيش. هو ده اللي صلاح جاهين بدأ، مش عايز أقول يعلمه، لكن بدأ يفهم فنان الكاريكاتير أو الجيل اللي جه، خصوصا أن الجيل ده جه بعد ثورة 52، فجيل جه متوافق تماما مع أهداف الثورة. ولذلك صلاح جاهين عمل رباعية، هو اعتبر ان الرباعية دي بمثابة نشيد وطني لرسام الكاريكاتير، اللي هي انا قلبي كان شخشيخة اصبح جرس، جلجلت به صحيوا الخدم والحرس، انا المهرج خفتم ليه قمتم ليه، لا في ايدي سيف ولا تحت مني فرس. مفيش اي قلق، بس يعني منزعجين بس دي اكتر حاجة تقلق طبعا طول الوقت.
لانه الرسام رسام الكاريكاتير بالقلم بتاعه وائد عمال بيرسم كتب تعليق او ما كتبش تعليق، هو سيف يطير في رقاب طول الوقت يعني. وبيبقى شديد الحده. صلاح الليسي في 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 ازمه لحمه مثلا، يعني المجله من الجلده للجلده 54 صفحه كلها كلام عن الازمه، هو على صفحتين رسم سيده وماسكه الطرحه يعني بتصوت يعني بتقول لحمتك يا رب، لحمتك يا رب. بس دي يترفع عليها قضيه دلوقتي؟ لا يعني رسمه، لا انا اقصد اقول لحركة انه يعني شوف فكره الاختصار، فكره ان انا اختصر قضيه كبيره من جدا. الاختصار زائد عقليه الرقيب. نعم. زائد تقبل المجتمع للفكره، فالمجتمع اللي قبل الفكره دي وفهمها وضحك سبحان الله، ولادهم أو أحفادهم النهاردة ممكن يطالبوا في بعض الأحوال بإقامة الحد أو أنه يرفع عليهم قضايا تكفير. ده صلاح جعين كمان كان بيلف حوالين الرقيب، يعني لما يبقى موجود رقيب يقوم عامل رسمة سيدة واقفة في البلكونة وبتنشر، فيقول تنشر ولا ما تتنشرش، بس عشان يلف. أنا بتكلم على غسيل، أنت فهمتها حاجة تاني خلاص، ده يبقى قصتك أنت. التركيبة آخر حاجة هسأل عليها عشان يقولي طايم طايم والنبي يا ربنا يخليكم، التركيبة الجهينية دي ما بين الشعر والزجل وما بين التمثيل وما بين كتابة السيناريوهات وما بين رسم الكاريكاتير وما بين مسرح العرايس وما بين مسرح الأطفال، أكيد في وراها سر ما، لأنه في النهاية خالص أقدر أقول بمال والفم صلاح جهين ده ابن زوات، يعني ابن الطبقة المتوسطة العليا مهنيا ووظيفيا واجتماعيا، منين جاب العجنة دي بالتراب المصري؟ احنا كنا بنقول على محمود سعيد الفنان التشكيلي العظيم دوان ابن الزوات الذي عشق بنت البلد. هو صلاح جعين بقى ابن الزوات الذي عشق البلد. والله العظيم صح. فبكل اطيافه هو ابن شبرا، يعني هو جزء من شبرا، هو قعد في حواري رود الفرج، هو اتمشى شويه راح احمد حلمي، راح قعد في قهاوي نص البلد، بس ما كانش من جنرالات القهاوي، لكن كان جزء من التكوين الشعبي بتاع مصر كلها. خلطه عجيبه، يعني خلطه انسانيه عجيبه، واحد وهو طفل صغير بيتمرد وهو كبير بيتنطط، لما بقى رئيس تحرير عمل اغرب حاجه في الدنيا، يعني رئيس تحرير لا يكتب الافتتاحية ولكن يرسمها. ولكن يرسمها. ازاي اكتئب؟ اكتئب، هو يعني هو جزء من اكتئابه ان هو تصور ان هو غيب الوعي المصري بعدد من الاغاني الوطنية لما جت الهزيمة بتاعت 67. فشال هو الحمل لوحده. هو اعتبر نفسه كان جزء من هذا التغييب اللي كان موجود يعني. لكن هي دي طبيعته. يعني صلاح جهين كان طفل كبير يعني. مرهف جدا جدا جدا، وكان يعني صلاح جهين لما جه خس وصديقه كان بيسلم عليه وقال له انت يعني انت خسيت، انت كنت اتنين، قال له الجزء اللي ابو دم خفيف هو اللي خس وفضل مكتئب. ده خساره، الله يرحمه. خليني اشكرك جدا 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 على هذا اللقاء وان كان سريعا، واللي اتمنى ان احنا يبقى في عندنا لقاء بجد اوسع بكتير، ومش بس عن جهين يعني عن تاريخ الكاريكاتير في مصر وتحليله وتحليل خطوطه والتطوير اللي حصل فيه. وبمناسبه زياره الرئيس لارمينيا مهم ان احنا نتكلم جدا على صاروخان، ومهم عندي ان احنا كمان نتكلم على زهدي، ودي حاجه مهمه قوي جدا خالص قوي يعني. كل الشكر ليك، نورتنا وشرفتنا، وشكرا على الهديه. ويونس مش هيطمع ومفيش حد هياخد مني ولا كتاب. فنان الكاريكاتير الكبير الأستاذ أحمد عبد النعيم، نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، إن شاء الله قريبا رئيس تحرير ومفيش حد يزعل يعني، دي يعني أمور الزمن الطبيعية جدا. كل الشكر، وكل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعة. ثواني يكون موجود معانا كريم رمزي ولا رجائي رمزي؟ ها؟ كريم رمزي يكون موجود معانا حالا، يكون داخل على الاستوديو. اما احنا لو كلنا العمر فان شاء الله نقابلكم بكره في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.